في وقت يستجاب فيه الدعاء كتير جدا ما يعرفوش، مضيعه اصلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر. يعني قبل ما تنام تكون قايل اذكار النوم، تكون قايل حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ذكر طاهر، فيتعار من الليل، يعني الغطاء بتاعه يتكشف عن جسمه كده، البطانيه تتشال من عليه شويه كده، تمام، يقلق من نومه بالليل، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. يعني أنت يا حبيب قلب أخوه لو قمت بالليل الآن فقلت: يا رب عايز الحاجة الفلانية من الدنيا، يا رب عايز الحاجة الفلانية من الآخرة، الجنة مثلا، وابعدني يا رب عن النار، إلا أعطاك الله إياها. والله ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلامي ولا جايبه من عند بابايا مثلا، لا لا والله ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا من النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى لازم قبل ما تنام تقول أذكار النوم قبل ما تنام، ولو قلقت بالليل ادعي ربنا سبحانه وتعالى واسأله خير الدنيا والآخرة، ووالله صدقا ومصداقا لقول رسول الله سيعطيك الله ما طلبت. يلا أشوفك على خير إن شاء الله بكرة في فيديو جديد. السلام عليكم.